بيناتنا اليوم مميز ومعنا ضيف مميز رح أعلن لكم عليه دغري. هلأ معنا يورجو. قد ايه عمره يورجو كولات؟ 9 أشهر. 9 أشهر. كولات الشباب أهلا وسهلا فيك. أستاذ سلطان الحلبي أهلا وسهلا فيك. وعلي درويش أهلا وسهلا فيك. كلكم مرقتوا بتجارب من النوع اللي عم نحكي عنه اليوم، كلكم مرقتوا بتجارب انه اطفالكم خلقوا قبل بوقت الا يورجو، ولكن صار معه مضاعفات من بعد الولاده. بالزبط. رح نحكي عن كل هالمواضيع بالتفصيل، ولكن بدي بلش مع سلطان الحلبي لانه حضرتك يعني باحرج موقف هلا، لانه بنتك ميا بعدها لهلا بالمستشفى. شو صار؟ صار خلقت بنتي بالسابع. نعم. و قد ايه وزنها كان؟ كان وزنها 1.530 كيلو. نعم. فنقلوها حطوها بالكوفاز وعلى اساس بلشوا يطعموها. هل كنتوا عارفين قبل انه رح تولد قبل وقتها؟ لا لا، فجأة الموضوع. هل صار في خطوره على الام؟ عملوا الترتيبات اللازمه بالجامعه. نعم. والحمد لله كل شيء منيح. نعم. وشو صار من بعد الولاده؟ شو كانت الخطوره؟ بعد الولاده صار بلشوا يطعموها للبيبي، صار عندها مثل تراجع استفراغ. نعم. ما قبلت الاكل. فعملوا لها تصوير للمعده والمصران، طلع عندها المصران عائد مسكر. فحاولوا الدكتور والاخصائيين تحت انه يمشوا الشغله بلا عمليه. نعم. يعني بقوا شي يومين ثلاثه تقريبا. نعم. حتى يهرب من قصه العمليه. ما مشي الحال. ما مشي الحال. هيدي القصه من اي متى؟ هيدي نحن فتنا ب 14 هيدا الشهر. ايه. نعم. لا 14 ايه لا نعم. شهر الماضي ب 14 شهر، يعني قلنا شهر وثلاث ايام هلا. نعم. فالحكيم قرر انه يكون في عمليه لانه معش مشان البيبي، يعني حرام. نعم. تكلفه العمليه كثير باهظه جدا جدا يعني. وهل عملت العمليه او بعد؟ ايه لا عملت الحمد لله. عملت العمليه واكيد جمعيه نيونيت كانت واقفه حدكم. نحن بنتشكرهم. نعم. عرفونا عليهم، رحنا لعندهم وكانوا كثير سريعين بالمساعده. بنتشكرهم عن جد، كثير بنتشكرهم. بنتشكر الكل اللي عم يساعدون عم يدعمون. نعم. وهلا زال الخطر عن ميا. هلا يعني صرنا بمرحله الامان تقريبا. نعم. واكيد نحن بدنا نذكر انه بيقدروا يساعدوا ميا بعد انه يتبرعوا لها على الارقام يلي عم تمرق اليوم معنا على الشاشه، لحتى يعني تتسرع كل الامور ويكون كل شيء مثل ما لازم. على كل حال الحمد لله على سلامتها. الله يسلم. يعني واكيد نيونيت واقفه حدكم بهالموضوع وكل شيء. بنتشكرهم عن جد وبنتشكر الكل اللي عم يساعدوا واللي بده يساعدوا هلا. طبعا اكيد. كولات، شو صار مع يورجو؟ يورجو خلق كان عنده هبوط بالسكر. نعم. يورجو مش انت بدك تخبرنا شو صار معاه؟ خلق عنده هبوط بالسكر، ولكن خلق على الترم. ايه خلق على الترم. نعم. كان الحكم عم بيقولوا 24 48 ساعة بركليج وكله نورمال، بس اضطرينا نبقى تقريبا شي شهر بالمستشفى لأنه مركلج السكر مع بعض. طلبوا له دواء من فرنسا. لحسن الحظ كثر خير الله ربنا دبر انه لقوا فينا نريحه شوي ليورجو لانه يمكن مزعوج شوي معنا اليوم. هيدي اخته بوجور. اوكي. اضطرينا لقينا نص علبه بصيدليه بلبنان. نعم. ما عتز منا الا بس 10 حبات لانه انضرب جهاز المناعه. اها. صار في مضاعفات بعد. صار في مضاعفات انه ما انه الدواء ما ساعده، كمان في تضارب بالاراء كانت لانه الحاله كانت حاله استثنائيه، يعني واحد من 5000 حاله بين 5000 حاله كانت. والحمد لله انه كان في جمعيه نيونيت فاوند هي اللي وقفت حدنا. انا بتشكرهم مش بس على الدعم المادي اللي قدموه، كان في دعم معنوي كبير لانه حالة يعني ما بنحسد عليها، وما يعني الله لا يدوي احد الاشياء اللي حسينا فيها نحن. نعم. رح نحكي عن الموضوع الدعم المادي، ولكن بدي اسمع قصة علي. نحن كنا بالصدفة على المستشفى عم نعمل فحوصات لام البيبي، واضطرت الدكتورة تولدها بنفس النهار. ليه؟ فجأة.
كان عنده شيء اسمه بالعربي زلال الحبل، نحن ما كناش نعرف عنه، بسبب ارتفاع الضغط عند الحامل. نحن اليوم صرنا نعرف عنه لأنه كتير أخذنا معلومات عن هالموضوع. نعم. فاضطرت بنفس النهار خلفتها، كان بعدها بأول كم يوم من الشهر الثامن. الولد خلق وزنه 1670. نعم. كان عمليا صغير وكان عنده مشاكل. أي متى صار هيدا الشيء؟ ب 28/9 كمان السنة. نعم. كان عنده مشاكل بالتنفس شوي، اضطر فنحط بالكوفوز ونحط له اكسجين. وكان عم يحط له الاكل عبر المنخار وعبر المصل. نعم. قد ايه قضى وقت بالمستشفى؟ نحن طلعنا اول امبارح، ضل 48 يوم يعني. مش قليل. وبهال 48 يوم كيف كان الدعم، يعني عدا عن الدعم الطبي اكيد، الدعم المعنوي للفريق العمل؟ يعني نحن تعرفنا على كم شخص اليوم منهم ونحن حسينا بالارتياح من مجرد ما حكينا معهم، يعني ما بعرف اذا صار ذات الشيء معكم. مزبوط. خليني احضرك شغله، نحن صرنا شي شهر تقريبا عم نفكر بشي اي طريقه جاست نوجه لهم اياه للفريق الطبي اللي بالاي او بي لنتشكرهم على المجهود اللي قدموا لنا اياه. نعم. شيء حب وحنان واهتمام، كان كل واحد منهم كانه ابنهم بيكون. نعم. يعني بنسوك كل شيء جد. ما بعرف اذا لحقتوا تشوفوا المقابله مع ميرفت. كنا واقفين برا منهم ميرفت، منهم كنا فيناش نسمك طار بجنن. بتجنن اروع ما خلق، يعني عن جد اروع انسان كان. يعني شفتهم انبسطوا كثير بوجودها. كثير. يعني كنت امن اني اترك ابني مع هيك شخص كفوق عنده حب بيعطي من قلبه. نعم. ميرفت رهيب وباقي فريق الطبي، يعني ندى سمير رح نحكي كله بالتفصيل عن هالموضوع، ولكن رح نتوقف يعني شوي وبنرجع لكم. اوكي. رح نرجع نشوف سوا مشاهدينا الروبورتاج اللي شفناه من عبكرة عن جمعية نيونات بشو مختصة وكيف بتساعد الأطفال حديثي الولادة، ومنتابع من بعد حديثنا مع الضيوفة. الولادة بالإجبال بتصير لما بيكمل الطفل بين 37 و 39 أسبوع ببطن أمه، بيخلق بمعدل 50 سنتيمتر وبيوزن ما بين 2 كيلو ونص و 4 كيلو. بس في مرات الأشياء ما بتصير هيك. بلبنان بيخلق كل سنة حوالي 75 ألف طفل، 8% منهم بيجوا على هالدنيا قبل وقتهم. سامي خلق بالأسبوع 26، كان وزنه 812 جرام وطوله 38 سنتيمتر. مروة خلقت بالأسبوع 28 بوزن كيلو ونص و40 سنتيمتر. ريتا ولدت بالأسبوع 32، وزنها كيلو و 800 جرام وطولها 42 سنتيمتر. خلقت كل شيء كان كتير منيح بالأول، ما كان في مشاكل، وكنا على أساس أنه قصة كم يوم بس ليزيد وزنها لأنه خلق وزنه صغير كونه أنه بآخر السبعة، فكانت القصة أنه بس لناخد وزن لنطلع من المستشفى. فكرت أنه القصة رح تخلص هون، طلع لا، هون بلشت. بيبيز بيخلقوا قبل بوقت، حيكون كل أغلب أعضاء جسمهم مانو مكتمل نموهم بشكل طبيعي، ومعناتها لازم حيتوقع أنه يواجهوا صعوبات بالتنفس بالنسبة للرئتين، بس هذه المساعدة متوفرة، صعوبات بالنسبة للدماغ، معرض الدماغ للنزيف، ممكن لأنه هالبيبيز ما عندهم إميونيتي أو مناعة يتعرضوا لمختلف أنواع الالتهابات، ممكن عندنا صعوبة نعطيهم الغذاء من خلال الفم أو من خلال النبريش، ونضطر نعطيهم غذاء من خلال العرق. بعدين تخلص مرحلة علاجهم بالعناية الفائقة، في مرحلة طويلة رح تبدأ بعد خروجهم من العناية اللي هي تحضيرهم لأول سنتين من عمرهم، اللي رح يشوفوا تطورهم الذهني والجسدي. 5 أشهر مثل ما بيسموها emotional roller coaster، وقت تكوني بالانتنسيف كير للولاد، وعشناها مزبوط، بس الحمد لله دايما كنا ايماننا كبير. It was a very hard experience, very hard. بس الحمد لله
وربنا كان واقف معنا بكل شيء from the beginning. كل طفل بيجي على هالدنيا عائلته ناطرته ولازم يعيش تيفرحوا فيه. كثير صعب واحد يخسر ولد، وحتى لو كان عمره جمعتين وبركي أنا بقولوا لك ما شفتي وما عيشتي وهيك، بس بتضلها غصة. بلبنان في عنا الخبرة والتقنية تننقذ كل طفل بيخلق ابتداء من الأسبوع 25. في عنا هلأ قدرة أن نستوعب 21 بيبي بحاجة للعناية الفائقة، والقسم جهز بأحدث التقنيات. نحن هلأ فينا نوفر لأي بيبي بيخلق كل المكانات إذا بدك، والتقنيات موجودة، بس هيدا المكانات لوحدهم ما بيقدوا. بشكل متوازي جداً لوجود الأطباء والإخصائيين هو وجود الممرضات اللي هن اختصاصهم العناية بالحديثي الولادي والعناية الفائقة، وهيدا كتير أساسي لأنه الممرضات بيلعبوا دور رئيسي بالعناية بهالأطفال وبأهلهم. سلطان كنت عم بتقلي إنه كلنا فكرنا هيك، يعني بتفكروا بالأول إنه القصة قصة يوم أو يومين ورح يرجع يمشي الحال؟ كنا على أساس إنه قصة وزن، يعني أيام ونظهر بس. نعم. ما حدا بيعرف شو، ولكن رح تنظهر بقوة الله. أنا رأى. أكيد، وبقوة وبمساعدة أكيد جمعية نيونيت، ونحن كمان بدنا نذكر إنه المساعدات على الرقم يلي عم يمرق معنا اليوم على الشاشة. هل صار في مضاعفات من بعد العملية سلطان؟ إيه أكيد. شو؟ صار عندها التهابات قوية. نعم. صار عندها مشكلة بالرئة وحدة. كمان. مالت اليمين. نعم. و الحمد لله عطوها الأدوية اللازمة وتخطيناها، يعني نعم. بعد العملية حوالي شيء أسبوع تقريبا. نعم يعني هلأ بعد ناطرين كمان تقريبا يمكن شيء أسبوع لحتى تنفرج كليا ويزول الخطر. عنا صورة تناين. نعم. إن شاء الله يكون كل شيء منيح. يعني هلأ في بعد مشكلة صغيرة بالمصران. بالمصران إيه، بعد ما نضيف مزبوط. نعم. بيعطوها دواء لينظف مزبوط. نعم. والتنين إن شاء الله عنده صورة، وعلى أساس هالصورة شو بيبين؟ بيبين وبيقرر أمتين ببلش تاكل. نعم. وأي متى رح تظهر من العينية الفائقة؟ هلأ عادين. هلأ بعد في وقت بعد. يعني من مجرد ما تبلش تاكل بيكون خلص زال الخطر. إن شاء الله خير. نعم. كلات هل صار معك أشياء بتشبه اللي صار مع سلطان؟ نحن كان على أساس إنه كم يوم بركليج. نعم. لقينا الدواء مثل ما سبق قلت لك 10 حبات بس اخذ، يعني وصلنا لحيط مسدود انه نحن هذا الدواء مش رح يفينا نكفي دائما عليه، يورجو بحاجه لجراحه. نعم. بدهم يستأصلوا له كانوا 95% من البنكرياس. نعم. على امل انه يضل 5% يضاينوا. نعم. كل حياته. هلا ولكن هالشي ما بيأثر على حياته، بيكون يمكن بينقص منه شيء، بيصير. نعم. مريض سكري كل حياته. تخيلي ولد أنجأ خلقين يصير مريض كل حياته. نعم. كمان شو صار مش هينة. هلأ عملوا لنا الاجتماع، أنا صراحة نحن جماعة عائلة مسيحية مؤمنة، يعني أنا وزوجي وهيك كتر خير الله كل ساعة. نعم. نهار الأحد أنا ولدت التنين، نهار الأحد عمدناه بالسوان، وهون بتشكر رئيس قسم العناية دكتور خالد يونس يلي سهلنا كتير الأمور، وكان حدنا دايما واقف حدنا وحد يورجو بالأخص. نعم. التنين كان عنا لجنة الأطباء وقالوا لنا أنه ما في مهرب من العملية، بس ناطرين الدواء ليشوفوا شو رح يعمل. دكتور خالد يونس كان ضد الدواء لأنه الدواء بده يساعد جهاز، بده يضرب جهاز ثاني. نعم. باقي الأطباء يعني أخذين حذرهم من الموضوع لحتى نشوف شو بد كيف هو بده يتجاوب بجسمه. نعم. كم يوم انضربت المناعة، كنت أنا بهذه الفترة. يعني كان القرار راجع لإليك؟ يعني لأنتوا اللي لازم تقرروا عملية أو لا أو مين؟ نحن كنا يعني صار في مثل حالة ضياع شوي. حالة ضياع. نعم. وضياع كبيرة لأنه نحن كنا عم نشارك بالقرار، هني ما بيعملوا شيء قبل ما ياخدوا الأوكي منا ونحن ما بنعرف.
أنا بالضبط بس عملوا الاجتماع أنا قلت لهم أنا ما بعرف شو لازم هيدا يقولوا لك شو صحته منيحة وبيجنن وما أحلاه الحمد لله كل ساعة كل الله يخليه ساعة. يعني طبعا بس لنشجع سلطانه شوي عقبال أكيد عقبال. أكيد ما في شك لازم نكون دايما إيجابيين على كل الأحوال والأمور عم تتسهل إن شاء الله سلطان بتكلين على الله نعم نعم علي هلا كيف صار الوضع عندك؟ الحمد لله صار كل شيء طبيعي شو اسمه؟ حسين اسمه البيبي اسمه سوري حسين. اسمه حسين نعم. هلا قد ايه صار عمره؟ صار عمره 50 يوم اليوم نعم هل عم يحتاج عناية خاصة بالبيت؟ لا الحمد لله كل شيء طبيعي قد ايه بقى بالمستشفى؟ 48 يوم يعني هلا له قد ايه بالبيت؟ أول امبارح يومين بس كل شيء ماشي تمام ايه الحمد لله. وكيف الام عم تتعامل مع الموضوع مش عم تتركه مش عم بتنام اذا سمعت نفسه بس شوي بتفز لتطلع لنا لا الحمد لله عم جرب نطمنه عم بتساعدها شوي لا ليه علي بتخاف كمان بحس انه صارت هي تعلمت اكثر لانه تابعت مع النرسات كل شيء كيف تحمله كيف تحممه كيف تحفظه كيف تطعمي نعم انا يعني بس بضل حدا بساعدها بناولها بعطيها هيك اجباري يعني يكون في حدا عم بيساعدها ما هيك ويمكن كمان حالتها النفسيه ما بتكون كثير منيحه بهالوضع مزبوط تحسنت شوي هلا تحسنت مرقت اخر جمعه كانت كثير تعبانه نعم بس الحمد لله كانوا الدكاتره عم بيطمنونا والنرسات عم بيطمنونا الحمد لله نحن ما صار معنا شيء نعم كان بس ما يعني المسار الطبيعي للولد بس ليكبر شوي ليتعلم الاشياء اللي اكتسبها اللي لازم يتعلم ياكل ويرضع ويتعلم يتنفس منيح يعني هلا لما اكتسبها كمان زال الخطر مثل ما كنت عم بتقلي سلطان كولات كنت عم تحكي عن الفريق الطبي فريق طبي بجنن يعني لو ما مساعدتهم ما بعرف شو كان الوضع بس المشكل انه هن عملوا اكثر ما فيهم وبعثوا الفحوصات على امريكا بعثوا فحوصات على لندن ما كان يعني اللي بدهم يعملوه برا بيعملوه بلبنان كانوا كانت نعم. حالة نادرة كتير نحن بهالأثناء يعني أنا طلعت ندرت وجبت بخور ما تتحكي لأنه أنا عن جد بالعكس أنا عم بتضحك يعني من فرحتي أنه مش حالي كان إيه إيه كتر خير الله كتر خير الله كل ساعة كل ما أطلع فيه بقول كتر خير الله نعم. صدقيني نعم. جبنا بخور ودقيناهم تنخلتهم وحطيتهم بالبيبروني يقولوا لي شو عم تعملي بخور خلوكي تعملي هيك ما عرفوا يعني. ما قلت لهم انا اذا قلت لهم اكيد رح يقولوا لي فضحتي على انا بقول على السطح يعني لانه طلعي فيه وبتقولي بتصدقيني نعم يعني انا خلتهم حطيتهم بالبيبرونات ثلاث بيبرونات عملتوا اياه هون عملت بيبرونات صغار حتى اللي ما يخلي شيء منهم على كل يعني بين الفريق الطبي واكيد ايمانك وجمعيه اكيد اكيد يعني. الجمعيه وقفت حدنا لانه كانت التكلفه كثير كبيره نحن ضلينا انه فتره تقريبا شهر وكانت تكلفه كبيره كيف نعم. اذا عملنا العمليه قد ايه كان يطلع بالنهار يعني تقريبا الكلفه كان مبلغ كبير يعني سلطان هلا بما انه حضرتك يعني بخضم المعركه والله تساليش الحساب قد ايه بيطلع بالنهار تقريبا يومي حوالي الألف تقريبا 1000 يعني بالفعل جمعيه نيونيت عم تعمل عمل جبار اكيد ونحن اليوم تابعناها وعرفنا كثير عن هالموضوع طبيا وعرفنا كمان قد ايه الاشخاص بحاجه لمساعده وان شاء الله يساعدوها للجمعيه مش بس انه هي ساعدتنا لانه في كثير ناس بحاجه كمان لمساعده لحتى لي انه هن ساعدونا كثر خيرهم وكل عمرنا بنضلنا شاكرين يعني بس في ناس حالتهم لا يرسلها خصوصا ميا اليوم يعني يلي نحن بنبعث لها بوسه كثير كثير كبيره اكيد شكر لجمعيه نيونيت وتحيه كبيره لها بدي اذكر المشاهدين لاخر مره انه فيكم تتبرعوا على الارقام اللي عم تمرق اليوم معنا على الشاشه كرمال تخلصوا هالملايكه يلي بالمستشفى يلي عن جد عايزين مساعدتكم وانا اليوم بشكل خاص بدي اقول لاختي لارا ان شاء الله بخلاصك بالسلامه بيطلع لك احلى صبي بالدنيا نحن بنرجع بنشوفكم بكره باي باي